يسعد مساكم ويا هلا ومرحبا فيكم متابعينا مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج بيت للكل. بمسي بالخير على كل من يشاهدنا من خلال شاشه التلفزيون العراقي والمصري والفلسطيني والاردني وكل من يشاهدنا من كل مكان في العالم. اليوم حديثنا راح يكون عن مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقاس شهرتهم، قديش عنده تعليقات متابعات وقديش له جماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. اكيد يا حازم، يسعد مساك، وانا بتفق معك بشكل كبير. لما بنحكي عن حياتنا الراهنه نتحدث عن مفاهيم وانماط وطرق معيشيه اختلفت بشكل كبير كثير خلال العقدين الاخيرين، ولما بنحكي عن السوشيال ميديا بنحكي عن كل المفاهيم والقيم التي انقلبت راسا على عقب لتتماهى مع هذه الحاله، ليصبح الانسان بشكل عام والعربي بشكل خاص رهينه هذه المفاتيح وهذه الأنماط وهذه المواقع التي تسمى بالسوشيال ميديا. نعم يا ياسمين، حقيقة مع هذا التحول تعلمنا واعتدنا وتأقلمنا مع متغيرات الحدث، لأن أصبحت الحياة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي هي الحياة الرئيسية. نتواصل عبر مسج، نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقدنا كثير من الأشياء اللي كنا نقوم بها بالحياة الاعتيادية، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تغزو العالم العربي والعالم العالمي أيضا. تمام يا أحمد، فعلا هي أصبحت مصدر رزق لناس كتير، وناس كتير بقت تفكر أنها تعملها نوع من أنواع المشروع، يعني أن هو يفكر يطلع يكلم الناس يؤثر فيهم ويبقى هو ده مشروع. وده اللي هيخلينا نطرح سؤال مهم جدا، ما هو سر نجاح عدد كبير أو البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أكيد يعني شافكي وأحمد وياسمين والسادة المشاهدين راح نحكي أكثر وأكثر عن هذا الموضوع اليوم، لكن السؤال اللي طرحته شافكي أكيد ما له إجابة واحد، لأنه مستحيل يكون في هناك نموذج ناجح يمكن حدا يقلده أو يطبق هذا النموذج إنه صحيح. ينجح فيه، ممكن يكون فاشل أو غيره، لكن صح. الأهم من هيك إنه الواحد يبحث ويعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن السوشيال ميديا بشكل عام، وإيش الأشياء اللي ممكن تنجح وإيش الأشياء اللي ممكن تفشلك، ونركز دائما فيه على الإيجابيات حتى يكون لنا دور إيجابي وبارز في مجتمعاتنا، لنخدم أول شيء أنفسنا ومجتمعنا بشكل حزم. عام وما نعيشه كأنه واقع، لأنه بالأول وبالآخر كل هذه المتعة وهذا النجاح الباهر كما يقال إنما هو أضواء، في نوع من الزيف، يعني النجاح أسهل لكنه بات لا يحقق أدنى مقومات الحياة الواقعية، وأيضا أصبح الحفاظ على الخصوصية صعب. أيضا قد تكون الحصول اليوم على المعلومة أسهل، والتواصل أو كما يهيأ لنا أننا نتواصل مع الآخرين أسهل، لكن بالمقابل الاختراق، العلاقات المفككة، أيضا الاحتماء بالنفس وبالقيم وبالعادات أصبح أصعب بكثير، وكأننا نعيش في دوامة لا نعلم متى تنتهي. أحمد، بالضبط يا ياسمين، حقيقة اليوم من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الافتراضية أصبحنا في عالم مغيب تماما. حقيقة الكل يتابع بشغف صانع محتوى معين، ولا نستدرك ما يحمل هذا المحتوى في المستقبل للأجيال القادمة. حقيقة كثير من صناع المحتوى لا يهتمون بصناعة المحتوى عن طريق تصدير بعض المحتويات أو مقاطع الفيديو اللي بها إساءة وإسفاف وإفساد الذائقة العامة. ويجب علينا دورنا اليوم كإعلام رقابي حقيقة أن نقول لصناع المحتوى توقف عند هذا الحد، لأن هناك من يسيء لمجتمعات بالكامل، هناك من يصدر عادات وتقاليد بعيدة كل البعد عن مجتمعاتنا وما تعلمناه من كنا صغار. حقيقة اليوم هو هذا الدور المهم بإيقاف من يحاول إفساد الذائقة العامة. عارف ليه يا أحمد كلامك فعلا صحيح وكلام الجميع صحيح؟ لأنه المؤثرين أو ما يقال عنهم اللي بيقدموا فيديوهات أو بيبقى عندهم كم المتابعين أو الفانز أو الفولورز أيا كان المسمى عربي أو إنجليزي، هو فكرته أنه يبقى السعي وراء الربح، هذا العدد الكبير فيبقى هو مؤثر، فيقنع شركات مثلا بأن عندي عدد كبير من المتابعين فالناس تغدق عليه بأشياء بغض النظر عن المحتوى. كمان في صناعة السؤال، يعني أحيانا يحط على المحتوى عنوان معين والعنوان يكون هو كمان مصدر للربح،
مثلا عنوان للكبار فقط. إذن المحتوى هنا فيه أشياء فضول غامضة وأشياء صح. تثير ربما الشهوات أو أي شيء أو إنه المحتوى والسؤال بطريقة خارج تماما زي طبعا. ما قلت عن العادات والتقاليد. فالحقيقة فكرة يعني من يكتب ومن يتكلم ومن يؤثر على السوشيال ميديا أعتقد ده دور مهم قوي. أكيد إحنا راح نحكي أكثر وأكثر من خلال ضيفنا اليوم في الاستوديو، لكن قبل ما نتعرف على الضيف ونحكي أكثر بعناوين مهمة حول هذا الموضوع راح نروح للعراق ونشوف هذا التقرير عن عدد من المؤثرين ثم نعود لحوارنا. خليكم. أبقى على سقف واحد ومحدد في تناوله الموضوعات الاجتماعية والثقافية. كثير من مدوني وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا أنفسهم محكمين على محتوى ينافس فيه وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ومع ذلك تمكنوا من الاستمرار في التواصل مع جمهور عراقي ومحلي من مدن مختلفة. هاي منطقة الحياد الصعبة يعني كلش في العراق. احنا مجتمع يعني متأثر هواية بالضغوط الدائر مدارة. فكرة إنشاء أصلاً محتوى، أنا متأكد أغلب المدونين أو صناع المحتوى المكتوب أو المحتوى المرئي داخل السوشيال ميديا عموماً أغلبنا ما كان الفكرة أنه إحنا نصنع محتوى، لا، كانت الفكرة أنه إحنا نريد نصنع جو ملائم، جو نظيف قدر الإمكان. تجارب التدوين الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغلبها حديثة على الشارع العراقي، وحالها حال مفاهيم مثل الديمقراطية قد يحسن البعض أو لا يحسن آخرون استخدامها. والمدونون بين الإعلام والسوشيال ميديا يجدون أنفسهم جميعاً في سفينة جديدة بدأوا خبرها منذ أعوام تمتد على مدى عقد واحد. 2010 كتبت شيء بسيط والناس عجبتهم طريقة الكتابة، ومن هالنقطة بديت أصنع جمهوري. بدأ الجمهور ينصنع لأن الجمهور لازم بيناس شبهج، على الرغم من وجود كل السلبية اللي بالوسائل التواصل الاجتماعي، بس أكو هواي ناس إيجابيين، أكو هواي ناس ساكتة ما عندها مجال تعلق لأن ما لاقي المنشور المناسب حتى تدلو بدلوها. مصطفى بهجت أحد المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي يعد تجربته جسراً للتواصل بين الأسماء والشخصيات العراقية والعربية، وما يفضله شخصياً ليشارك آراء قد تكون لذعة أو وجهات نظر غير سائدة. من بغداد صابرين كاظم. وبنرحب بكم مرة تانية وحلقتنا اليوم عن السوشيال ميديا ونجوم السوشيال ميديا ومدى تأثيرهم أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي. مع تسارع وتيرة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح كثير من الشباب هاجس الأول أن يكون مشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ويكون له كثير من المتابعين ويكون له دور ومؤثر ومشهور أيضاً في المجتمع اللي هو بيعيش فيه. أكيد يا حازم، لكن بالمقابل أن يكون مشهوراً يعني معلش إحنا بنحب أنه نبرز أجمل ما لدينا في الوطن العربي، لكن أن يعي كيفية الحفاظ على أمنه، أمن معلوماته، وكيف يحمي نفسه من وسائل التواصل الاجتماعي ومن التكنولوجيا المتطورة بشكل رهيب، لأنه إحنا اليوم في حرب المعلومة، حرب الحفاظ أيضاً على المعلومة. كيفية حماية الأمن الشخصي وأمن المجتمعات ككل من خلال حديثنا المطول مع الدكتور بهاء حسن المختص بأمن المعلومات ورئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات. يسعد مساك دكتور بهاء. أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك في بيت للكل. حياك الله دكتور. اليوم الموضوع موضوع جدا مهم يشغل كل العالم، لكن في الآونة الأخيرة متغيرات الأحداث اللي حصلت في الوطن العربي جعلت منصات التواصل الاجتماعي والافتراضي هي المهيمنة على المشهد الحالي. نتحدث عن اليوم، قمنا ما نبحث عن النجاحات في الجانب العملي، صار مقياس النجاح ومعيار النجاح هو مواقع التواصل الاجتماعية. ليش صار هذا التغير والتحول السريع؟ والله منصات التواصل الاجتماعي على قد ما هي مميزة ليها مميزات كثيرة جدا، ربطت الناس ببعض، حسستنا
ان الكرة الارضية دي عبارة عن قرية صغيرة، بس طبعا على قد ما التطور شغال في هذا المجال في تطور تاني للأسف شغال بالأغراض الربح السريع المؤثر والمسيء للشباب. وعشان كده احنا دايما لما بنقول في تطور في مجال السوشيال ميديا والتكنولوجي والكلام دوت، فيبقى لازم نكون حريصين على أمن المعلومة وعلى أمننا الشخصي وعلى الأمن الاجتماعي. فهو ده اللي احنا دايما بنركز عليه وبنهتم به، خوفا على شبابنا وخوفا على نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات وبالدولة. السوشيال ميديا أصبحت يعني لها أهمية كبيرة، يعني مثلا حتى بنلاقي حتى المجالات الدقيقة، ناخد مثال مثلا للطب، حتى الطب لابد التسويق له عبر السوشيال ميديا، يعني بتلاقي ناس كتير بتسوق لي سواء منتجات أو أشياء أو حتى أشياء دقيقة جدا، يعني اللي جذب الناس بشكل أو بآخر كله بقى موجود ومتاح السوشيال ميديا. هناك من يخدم هذه المجالات وهناك من هو يعني لا يخدم هذه المجالات وبالعكس يعني بيدخل إليها ناس غير دقيقين بالمرة. ما هو دائما لما إنسان يقرأ خبر أو يقرأ نشر عن منتج أو عن نوع من أنواع التسويق يعني، فيجب أن يبحث عن المصدر، إيه مصدر المعلومة، وهل مصدر المعلومة دي هل هي مؤسسة رسمية ومشهورة ولا مؤسسة يمكن أول مرة يسمع عنها. وبالتالي لازم الإنسان يبقى حريص وهو بيتعامل مع المنتج اشتريه أو يتعاقد عليه أنه لازم يتأكد من مصدره إذا كان هو موثوق فيه ولا لا، لأن في مشاكل كتير بتظهر الناس بتبيع حاجات أو بتسوق حاجات، الحاجات دي كلها بتبقى ضارة بالصحة وخطر استخدامها وبتحصل منها مشاكل كتير جدا. أكيد يعني دكتور، يمكن اليوم لما نحكي عن السوشيال ميديا وكل هذه التفاصيل وزي ما حكت يمكن أيضا شافكي في موضوع الطب والهندسة وغيرها، إنه اليوم حتى قد ما بتكون أنت يعني شاطر في عملك بس لازم تكون معروف أيضا على السوشيال ميديا، تكون معروف على وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الأطباء يعني عم بيتجهوا أيضا يعمل دعاية في هذا الاتجاه، مع دخول اليوم أيضا أشكال وظائف جديدة من خلال السوشيال ميديا والترويج، وأصبحت منصات للإعلان والدعاية والبروموشن لكثير من خلينا نحكي المنتجات اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أين اليوم الوظائف اللي بحاجة إلى العلم، اللي بحاجة إلى الدراسة، اللي بحاجة إلى أبحاث وتفاصيل كثيرة؟ هل ستتأثر أم سيكون هناك شيء جديد كخبير أيضا ومطلع والنصائح التي تقدمها في هذا المجال؟ لا والله أنا يعني أنا محتك بهذا الموضوع بقالي دلوقتي يمكن 42 سنة وأنا بعمل في هذا المجال. إن نصائحي دائما إن الإنسان لا يعتمد في المعلومة إلا على مصدر موثوق فيه. يعني إيه؟ يعني مثلا في منتج بيقول إن ده المنتج ده بيعمل على ده جهاز بيأمن المعلومات بتاعتك. طب بيأمنها إزاي؟ هات لي الريفرنس بتاعك العلمي اللي بيؤكد الكلام اللي انت بتقوله. في منتجات كتير بتنزل انا شخصيا احتكيت بيها والناس بتاخدها لانها سيكيور وان هي بتامن الشبكات وبتامن الاتصالات ودرجه السيكيورتي بتاعتها عاليه. السيكيورتي عندنا ليفلز وكل ليفل اكوردنج للماتيريال اللي انت خايف عليها. زي اللي عنده خزنه هيحط فيها المرتب بتاعه، ده مش محتاج اكتر من درج، لكن لما تحط فيها الماز او مجوهرات او حاجه كده لازم تكون خزنه مكلفه وتقيله وليها قيمه عاليه. فالناس عامه احيانا يعني بتسترخص او بتستسهل ان هي تجيب برامج رخيصه، تجيب حاجات فري من على النت. اول ما تسمع عن حاجه فري على النت لازم يجي لك شك 100%. على النت ما فيش حاجة اسمها فري، النت دي مش يعني دي مش حاجة سبيل، لا دي ناس بتتاجر وتجارة بكل الطرق. حتى في البرامج اللي هي بتنزل فري، الأفلام الإباحية، كل دي وراها مشاكل جامدة جدا محدش بيحس بيها. الشباب لما بيجي يطلعوا على الأفلام دي بتخشله بحاجات جوه الكمبيوتر عندهم، بتقدر تسحب كل الداتا اللي عندهم جوه، لان مفيش حد هيعمل افلام زي دي ببلاش. لا مفيش حاجه على النت اسمها ببلاش.
كل حاجة ليها تكلفة، وهم بيكسبوا كمان، مش تكلفة، مش هياخدوا تكلفة لا، وبيكسبوا كمان من وراه. وبالتالي لازم نكون حريصين جدا في التعامل مع وسائل المختلفة والدعاية المختلفة اللي بتنزل على النت، وزي ما بنقول ما فيش حاجة ببلاش. انت بتعرف احنا بنحكي عن 40% من سكان العالم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عن كم هائل من الناس بيستخدموا وبيوردوا كم هائل من المعلومات عن أنفسهم، عن حياتهم الشخصية، عن مشاريعهم وأبحاثهم. وكمان اليوم إذا بدنا نحكي في سياق آخر في هذا الموضوع، نحكي عن مشروعات وأبحاث وغيره تحت شعار ما يسمى بالتحول الرقمي أو الرقمنة. فما رأيك في هذا الموضوع؟ لو قلنا الناس اللي هي بتبحث عن منتج معين، دي مشكلة خاصة بالبزنس. أما التحول الرقمي ده مشكلة تانية نهمنا فيها إزاي نقدر نفيد. إيش هو التحول الرقمي؟ التحول الرقمي اللي هو أنا بحول العلاقة اللي بيني وبين الدولة مثلا، أو بيني والمؤسسات المختلفة، أو بيني وبين البنوك. أنا مش محتاج أروح البنك، مش محتاج أروح خدمات إلكترونية. كل الخدمات اللي هي تحتاج مني أخذ يوم أجازة، أنا زمان كنت أخذ يوم أجازة مخصوص عشان أروح أعمل مثلا توكيل. دلوقتي بقى خلاص، أنا كنت معدي في فندق من فنادق لقيت فيه مكان كبير قوي كده مكتوب فيه الشهر العقاري، وبص ما لقيتش فيه ولا بني آدم جوه، والموظفين عديد. أنا نفسي انبهرت. ليه؟ لأن أنا عارف قد إيه المعاناة اللي إحنا كنا بنعانيها علشان نروح نطلع مستند من الجهات الإدارية أو جهاتنا الحكومية. دلوقتي بقت كل ده من خلال شبكة حاجة، ومن خلال حتى الحكومة مع الحكومة. يعني أنت لو رايح تعمل حاجة في مؤسسة وعايز معلومات، الحاجة دي محتاجة يعرف معلومات عنك مثلا ناس سي يعني جدلا من البنك المركزي، وهو قاعد بيجيب المعلومات دي. خلاص مش محتاج ان انت تروح تجيب ورقه معتمده ومختومه وفيها اثنين موظفين شاهدين على ان 1 2 3 4، لا ده هو على طول بيجيبها لان هي هناك موثقه، ولان هناك تراستد ومؤمنه. وبالتالي يبقى شبكه المعلومات اللي خاصه بالدوله كلها بقت مرتبطه ببعضها. هو ده احد المشاريع المهمه لمصر الرقميه. مصر الرقميه اللي هو ربط مصر بكلها ببعضها. الرقمنه يعني بشكل يعني يمكن بتوقع يمكن مختلف في الدول الان، خاصه المتاخرين في الدول العربيه بدات بمساحات وقطعت شوط كبير بانه يكون صحيح. هناك رقمنه، وخلينا نحكي الحكومه الالكترونيه في مختلف مؤسساتها، وهي الخدمات مهم ان كان للموجود على ارض هذه البلدان او من اي مكان بالعالم بده يجي بهذه البلدان. طبعا كانت معاناه حتى عندنا في داخل العراق اخر الاوقات في مراجعات يعني المعاملات الدوائر اللي بيها مراجعات للمواطنين. أيوة. كانت اوراق عبر الاوراق، لكن في الاونه الاخيره كان الاتجاه نحو الالكترونيات والرقميات بمراجعات عبر الانترنت. ما هي دي بتدي نوع من انواع الشفافيه، بتدي انواع الثقه، وبتدي سهوله في تعامل المواطنين مع مؤسسات الدوله المختلفه، وتوفر عليهم وقت وجهد، وحتى كمان بتوفر عليهم مبالغ ضخمه تكلفه، لان هو بيصرف عشان ياخد اجازه ولا ياخد يعمل مشوار وياخد مواصله كل الكلام ده. خلاص بتوفر في البنى التحتيه، انت عمالك عم توفر في في استهلاك الطاقة، وتوفر في بترشد في كل أنواع الطاقة. يمكن هي مثل ما تحدث ياسمين، جائحة كورونا فرضت علينا كثير من التفصيلات، حتى الدراسة أصبحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذن دكتورة استسمحك دقائق بسيطة، راح نتابع كل بلدان العربية بها شخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، راح نكون في أردن النشامة بنماذج مهمة من الشخصيات المؤثرة، وبعدها نكون متواصلين. أنا اسمي هديل دواس، أنا مهندسة معمارية. الرحلة صراحة تبعتي بلشت ب 2011 بعد زيارة لإلي لجنوب أفريقيا. صراحة بعد ما رجعت من هاي الرحلة رجعت مختلفة تماماً. حبيت بهاي يعني لما رجعت من هاي الرحلة شفت كيف الناس هنا كانوا متعودين على الأشياء اللي أنا شفتها. لما رجعت فهمت ليش لما يجوا عنا السياح بيشوفوا كل إشي بطريقة غير اللي إحنا بنشوفها. يعني بيجوا عنا بيقطعوا ملايين الأميال عشان يوصلوا عنا للأردن ويشوفوا الصحراء، يشوفوا الجمال، يشوفوا وادي رم، ويشوفوا مختلف المناطق. والصراحة لما أشوف أنا سعادتهم وأديهم مغمورين بهاي الأماكن صابتني الغيرة قبل 10 سنين. فقررت أني أنا من
2011 أصير سائحة ببلدي، أشوف الأشياء بطريقة زي ما بيشوفوهم السياح، وفعلاً هذا الإشي دفعني أني أبلش أوثق هاي الأماكن على مواقع التواصل قبل 10 سنين. ب 2012 رحت على رحلة لوادي ابن حماد، ولما شفت الوادي صراحة وقعت في حبه. إحنا الوادي ابن حماد طبعاً موجود في منطقة الكرك، الوادي جداً جميل وغير مروج لإله. حسيت بمسؤولية، حسيت أني لازم أصور هذا الوادي، لازم أوثقه بطريقة معينة. بلشت أحط صور على مواقع التواصل، على الفيسبوك وعلى الإنستغرام. إجتني ردود فعل جداً، يعني الناس صار يحكوا لي هذا موجود بالأردن، الكل صار يحكي لي أنه يعني هذا وين موجود، وين موقعه. لو قدام صرت أنا يعني بعد ما شفت حتى ردة فعل الناس، وبسبب حبي لهذا الإشي، يعني من تحكي من 2012 وإلى الآن وأنا بكتشف هاي الأماكن وبوثق على مواقع التواصل، فردود فعل الناس صراحة شجعتني. ب 2015 أنا تزوجت وجبت طفلين آدم وجودي، ما خليت كمان زواجي يعني وإنشابي للأطفال يوقف في طريقي، خليتهم يشاركوني بهاي الرحلات. كنت أحمل طفلتي جودي عمرها هلأ 3 سنوات، صرت أحملها على ظهري أروح على الوديان معها. هذا الإشي كمان لفت الناس على مواقع التواصل لأني عم بشارك أطفالي بهاي المغامرات. فمن خلال مكتبي، كان أحد أهم أهداف مكتبنا هو الترويج لسياحة المغامرة للأمهات، إن الأمهات طبعاً بعد مراعاة السلام العامة، اختيار الأماكن المناسبة، إنهم يروحوا لهاي المغامرات، لأنه إحنا دائماً متعودين إن هاي المغامرات وهاي الرحلات فقط للشباب ولا ناس معينين. ولكن أنا إلي 3 سنين بروج لهذا الإشي وشفت قبول، وفعلاً عن طريق مكتبنا كتير عائلات راحوا يعني على الوديان، كانت لأول مرة وانبسطوا وحسوا قديه تأثير هاي الرحلات على أطفالهم. أنا تقريباً يعني بلشت على مواقع التواصل قبل 10 سنوات. ردود فعل الناس صراحة على هاي الأشياء اللي أنا عم بعملها والترويج اللي عم بعمله جداً كانت إيجابية. كتير كانت تجيني مثلاً أسئلة، كيف نطلع هاي الرحلات، إيش الأماكن المناسبة. عملت كتير فيديوهات توعوية للأمهات ولغير الأمهات كمان اللي حابين يطلعوا رحلات، مواقع هاي الأماكن، تاريخ هاي الأماكن. كتير ناس تواصلوا معي. كمان تم الترويج للأردن حتى يعني خارج الأردن كمان، في كان سياح أجانب يتواصلوا معي قبل ما يجوا على البلد يشوفوا الصور. بنحكي إحنا عن غير الأماكن الاعتيادية المعروفة، يعني هي الهيدن جيم، الأماكن المخبية بالأردن، فتواصلوا معي فتم الترويج لإلها. في كتير أمهات كانوا يسألوني مثلاً إنه كيف نبلش مع أطفالنا نروح على هاي الوديان، كيف نكسر حاجز الخوف. ف باعتقادي أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت منفذ وطريق لإلي لتوعية هدول الأمهات وغير الأمهات كيف نقدر نروح هاي الأماكن، وكيف برضو إحنا نشوف الأردن بعين تانية ونحب بلدنا، لأنه الأجيال كمان خصوصاً هدول الأطفال اللي بيطلعوا هدول هم الأجيال القادمة، فإذا هم يحبوا بلدهم رح يطوروا منها بالمستقبل قبل ما يطلعوا يفكروا حتى يطلعوا لبرا البلد. فهذا الإشي كان كتير مهم بالنسبة لإلي. رجعنا مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير من الأردن، نعود ويا الدكتور نتحدث عن تفاصيل مهمة اليوم، المتغيرات اللي طرأت على كل البلدان العربية. قبل كانت هناك لجان لتقييم وتحكيم في كل المجالات في كل التخصصات، اليوم أصبح الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب وعدد المشاهدات هم اللي يقيمون أعمالهم بيها. ممكن يقدم محتوى سيء بإسفاف بإساءة بإفساد للذائقة العامة، يقول لك أنا شخص ناجح لأن ماكو غياب الرقابة والرقيب ولا أحد يستطيع إيقاف هذه المواقع أو المحتوى. شلون ممكن نتعامل ويا صناع المحتوى السيء؟ هو دائما أنا بصفة يعني أستاذ جامعة بأدعو للأويرنس، التوعية. أي مشكلة بتقابلنا من السوشيال ميديا، لو أنا عندي بدي توعية للشباب من صغرهم استفيد ازاي استفيد من الحاجات الكويسه وتجنب الحاجات الرديئه، احنا هنبقى مطمئنين على شبابنا، وخصوصا زي ما حصل مع الاحداث الاخيره والبنت اللي انتحرت والكلام ده. لكن لو عندهم توعيه الاهل، الاسره كان عندها توعيه، الشباب عندهم توعيه، هيقدروا يتجنبوا المشاكل اللي ظهرت نتيجه الاحداث اللي بتحصل، ونتيجه ان في ناس تقول كلام، الكلام ده انا ما اضمنش اذا كان هو
كلام صحيح أو غير صحيح، هل هو يعني أخلاقيا التنمر والتخويف والابتزاز كل الوسائل دي أنا بحاول أتجنبها بالتوعية. عشان كده ده يمكن أنا من أهم مبادئ عملي، إن إحنا لازم ندي توعية على كل المستويات، من أول طالب اللي ممكن يقول عليه طبعا حتى الإعدادي لغاية طلبة الجامعة لغاية الخريجين. يمكن عندي 14 مركز تدريب بيشتغلوا في التدريب على السايبر سيكوريتي وعلى وسائل حماية الشباب من المشاكل اللي بتحصل نتيجة عدم اهتمامهم وعدم درايتهم بخطورة وأهمية السايبر سيكوريتي أو الإنترنت أو وسائل التعامل معها أو حتى وسائل التعامل باستخدام الموبايل. كل وسيلة من وسائل الميديا المختلفة ديت كل يعني في منها كويس وفي منها الوحش، في منها الضار وفي منها زي ما الصالح والطالح. صحيح. وبالتالي لازم عنده هو awareness، لازم يكون عنده وعي ولازم يكون فاهم ازاي يتجنب ان هو ينخرط او ان هو يعني يغرز او يقع في احد هذه الوسائل السيئة. طيب تمام، لانه كمان في البسطاء اللي هو بس مجرد عنده تليفونه او 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 تاب بسيط او يعني متعرض للانترنت بشكل خفيف، فبيلاقي نفسه دخل في مجموعات وبالتالي هو بيكون متابعين واعداد كبيره جدا لناس مؤثرين، مش بالضروره يكونوا مهمين قوي، لكن الناس دي كمان بتبقى حريصه انها تعمل مجموعات، يبقى عنده اكبر مجموعات، وهنا بيدخل الهاكرز على المجموعات الكبيره. يعني بيحصل برضو اختراق ليها، ازاي الناس تقدر تامن نفسها من هذا الاختراق يعني، او يعرف انه تم الاختراق؟ هو موضوع الاختراق ده اصله موضوع شيق وفي نفس الوقت صعب شوي. أنا عشان أخترق مؤسسة أو أخترق جروب، أي جروب يتعمل لازم يكون عنده وسائل الحماية. لو أنا عندي معلومات مهمة يبقى لازم أجيب وسائل حماية زي ما كنت بقول مكلفة. ليه؟ عشان المعلومات اللي عندي دي أنا مجمعها ويعامل عليها دراسات وعامل عليها أبحاث. يعني مثلا تتحط في فايل والفايل لوكد ومش أي حد يستخدمه. مش أي حد يستخدمه، يستخدمه اللي مسموح له بس إن هو يستخدمه. ممكن قوي ده بالنسبة لعامة الناس، غير طبعا المؤسسات. المؤسسات ليها سيستم تاني خالص. فعامة الناس لازم يكونوا عندهم أولا ما يحطش معلومات تكون ليها تأثير سلبي عليه. يعني زي الصور اللي كنا بنتكلم عليها. أيوة، ناس بسيطة تحط صورها. ناس بسيطة تحط صورها. انا كنت زمان كنت اول ما كان في حد تيجي يصور يعمل سيلفي يروح عامل بقه كده وعامل ليه اشكال كده غريبه. انا اكتشفت ان دي ميزه خطيره. انا اكتشفت ان دي ميزه قويه جدا. ليه بقى؟ ال- 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 البنت اللي انتحرت هم خدوا صورتها، خدوا وشها وحطوا عليها صوره واحده ثانيه بحيث انها تبان انها بشكل سيء يعني. لكن لما هي اللي عملت، لو كانت عملت وشها كده ولا عملت كده زي ما هم بيعملوا كان مش هي البطه، مش هي خلاص. فعشان كده بينبهوا دايما الناس اللي هم العلماء في هذا المجال، بينبهوا بيقول لك ما تحاولش تعمل لنفسك صوره سيلفي بالوجه، يعني ان شاء الله هتعملها من الجنب، اعملها بشكل معين باي شكل بحيث ان كامله الملامح يعني. بالظبط، ما تشيلش ملامحك كامله وما تحطهاش على انت مش محتاج تحط ملامحك بالتفصيل قوي على النت يعني. لما واحد مش عروسه مثلا عايز يتجوز تروح حضر التفصيل هيلبسوها مصيب. يعني دكتور، يمكن من خلال خبرتك الكبيره واحنا نتحدث اليوم عن وطننا العربي في هذا البرنامج العربي المشترك، اهميه الامن السيبراني اليوم، وهناك جهد كبير يبذل من عدد من الدول العربيه، لو تحدثنا اكثر عن هذا الموضوع، اهميه العمل عليه، الدول التي قطعت شوط كبير ايضا في هذا المجال، ونصائح أيضا مهمة في هذا المجال لا يكون في هناك أمن وحماية مهمة في هذا الفضاء الإلكتروني الكبير. وأنا يهمني الأول برضو أن أنا أوضح للناس إيه هو الأمن السيبراني أو إيه مقصود بالسيبراني. نتخيل حضرتك عندك شبكة معلومات بتنقل الداتا من مكان لمكان، نفترض الشبكة ديت حتى أبسط حاجة اللي هي إشارات المرور. طبعا في كل دول العالم اشارات المرور دي بتبقى اوتوماتيك، فلما احنا نيجي نعملها اوتوماتيك والداتا بتروح تعمل الخط الجرين ويف، الناس تمشي كده، والريد ويف تبقى العكس، او يعني ده يقف وده يمشي. طب انا لو انا قدرت العب في الشبكه دي
واخترقتها، ايه اللي ممكن يحصل؟ في افلام طلعت ان البلد وقفت بسبب ان في حد لعب في السايبر، معناها ان هي وسائل تبادل المعلومات عن بعد. مثلا عندك حضرتك عندك شبكه كبيره جدا او خطوط بترول ماشيه من مصر لغايه الاردن، في مواسير بترول، في شبكات كهرباء، صحيح. الحاجات دي مش محتاجه مراقبه، صحيح. ومتابعه، ده حمايه، ومحتاجه سنسورز سنس في حد حاول يعمل حاجه في كل الوسائل. الكنترول بقى اللي بيتحكم في الكلام ده كله هو ده السايبر. ازاي اتحكم في شبكات، ازاي اتحكم في مضخات البترول اللي هي على بعد 10 كيلو او 20 او 1000 كيلو مني من عن بعد، من كنترول روم. الكنترول روم دي عباره عن ايه؟ غرفه التحكم في حاجات كتير. في كنترول روم للكهرباء، مؤسسة الكهرباء، كنترول روم لمؤسسة البترول، في كنترول روم لكل يعني كل زي مثلا في التلفزيون في كنترول روم بيتابع طبعًا البرامج طب لو في حد قدر يخش على الشبكة بتاعة الكنترول، على الكنترول روم دي ووسائل الاتصال الخارجية اللي معاها وعمل فيها ما كانتش مؤمنة وقدر يتدخل عليها، ممكن يقفل محطات البترول، ممكن يقطع الكهرباء عن أمريكا، صحيح. نفسها قطع عنها الكهرباء، صح. يعني قطع عنها الانترنت. ففي مشاكل عندنا كتير بتظهر لعدم الاهتمام بالسايبر سيكيورتي. فسايبر هي كل وسائل الاتصال عن بعد، هو كل وسائل الكنترول او التحكم عن بعد. وبالتالي اذا ما كانش ده متامن كويس يبقى ده كده بعرضه لان في حد يهاجم ويعطل. والمشكله انه هذا الفضاء مفتوح، صحيح. يعني لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن يعني محاولة أي سيطرة أو فرض واقع عليه، يعني بعيدة المدى. لكن بالمقابل هل بتشوف أنه في قوانين عربية أو عالمية ممكن موجودة وتطبق فعلا وتحد وتحافظ على الأمن الشخصي طبعاً وأمن المعلومات؟ القوانين موجودة أن اللي بيقتل واحد بيعدم، صح؟ طب في حد ما قتلش واحد؟ الناس اللي بتقتل كتير والناس اللي بتعدم كتير، يبقى القانون ما منعش حاجة. لكن اللي انا اللي يهمني وجهة نظري انا بقى كمتخصص، انا اللي يهمني ان انا اامن وسائل التحكم والكنترول والوسائل الاتصال دي، اامنها تامين جيد جدا عشان ما اخليش حد يغلط وبعدين ادور عليه عشان احاسبه. فانا ده عبودي الخاصة، يعني ان احنا نهتم الاول بتامين شبكة الاتصالات، تامين شبكة المعلومات بتاعتنا تامين جيد. وبعدين انا بصراحه يعني انا بس بتشوف انه تطورنا سبق تطور اخلاقنا علشان هيك هذا الكم من الابتزاز والاختراقات ويعني والضعف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في سباق ما بين الناس المتخصصين او العلماء، وسباق ما بين الناس والعياذ بالله السيئه. انا بسمي حرب الحرب اللي انا اللي احنا كمتخصصين بنحاربها ضد الناس دي، انك انت بتحاربي جوست عفريت. اولا ما انت شايفاه بيجيلك منين؟ مش شايفاه لان ده انت شبكه معلومات ومش عارفه هو بيجي منين ويخش منين ويخرج منين، ما انتش عارفه عنه حاجه خالص. بعدين هو لما بيخش ويخرج ما بيسيبلكيش رساله مع تحياتي مثلا، لا ده هو بيخش ياخد اللي هو عايزه ويخرج من غير ما حد يحس بيه. يا الله. فاحنا كل اهتمامنا دلوقتي بالتدريب والتعليم علشان الناس كلها. بس احيانا يا فندم ناس بتدخل حتى على جروبات الواتساب، فهو الناس بتعرف لانه بيغير شكل. لا هو بيتعمد انه يغير حاجه او بس بيقدر يدخل ويطلع شكل بالظبط. لا احنا بنتكلم ودي جروبات مثلا ربما تكون اجتماعيه، يعني ناس بتراسل بعضها بخلاف ان الناس تستعملها للشغل. ما هو اللي بيعمل ده بيعمله نوع من انواع اثبات الذات وعشان يفتخر ويبقى فخور بنفسه كده، وانا دخلت عملت وقفلت، شوفوا راح افتحكم كده شوفوا هتلاقوه مقفول، صح. افتحوا دي شوفوا مش عارفه يعلن وما بيخافش. لكن انا دايما انا ميلي قوي للحاجات اللي انا بخاف عليها زي شبكات المعلومات الدوله، الكهرباء طبعا، البترول، صحيح. الغاز، الحاجات طبعًا. اللي هي ممكن دي مفاصل دولة، مفاصل الدوله. يعني دكتور هاي التفصيلات البسيطه للهكرز اللي ممكن يفتخر بنفسه من يقفل صفحه شخص معين او يسيطر عليها ويقول للغير شوف انا سيطرت وممكن ارجع الصفحه لها امكانياتي. انا استسمحك دقائق اخرى بسيطه اخذ فاصل بسيط وبعدها نرجع. الحوار ممتع جدا حول النماذج المهمه في مواقع التواصل الاجتماعي ده مشاهدينا. فاصل قصير ومن بعدها متواصلين.
رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل إكمال حوارنا ويا دكتور بهاء حسن. دكتور، تحدثنا عن كثير من التفصيلات، نتحدث شنو اليوم المعيار أو المقياس الحقيقي للنجاح؟ نشاهد شخصيات تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبفترة قصيرة يصبحون من المشاهير، ممكن يهبط بفترة قصيرة، ممكن يستمر إذا كان المحتوى جيد، معيار النجاح عبر المواقع شنو يكون؟ هو كنا احنا عملنا مسابقة في المؤتمر بتاعنا اللي احنا بنعمله سنوي ده، اللي هو ما اللي هو اكتر ناس اللي هم بيسموه الانفلونسر. الانفلونسر في مجال السايبر سيكيورتي ده، انا بدي سنه اللي انا لمسه يعني. فاحنا بنعلن عن الشخصيات اللي عايزه تشترك، وبنعلن للناس ان هم يرشحوا او يختاروا، وبنيجي في الاخر بنقول ان احنا مين يا جماعه الاول ومين الثاني على المستوى العربي. فطلع فعلا جاب نتيجه كويسه جدا، ان الناس الاكثر تاثيرا على الشباب في بما يخص سايبر سيكيورتي طلع من الاردن، واسمه محمد احمد خريشه، ده راجل ناس مشهوره وناس ممتازه فعلا، وهو اكثر تاثيرا على شبكه معلومات في على المستوى العربي. راجل عطاء وبيدي معلومات قيمه وبيدي محاضرات فيه في موضوع الأمن السيبراني، هو متخصص الأمن السيبراني، وبيجي لنا مصر كل مؤتمر بيحضر معانا، وبيشترك في إعداد المسابقات اللي احنا بنعملها للشباب، والناس لما بدينا نعمل تصويت غالبية الشباب بتختاره هو كأول على مستوى العربي. في طبعا ناس غيره يعني، في حاجات احنا بنعمل حاجات كتير نقدر نختار فيها سير الجيد للشباب الواعي، ده هو ده اللي بيخلي الشاب فعلا يبقى على طول، حتى بيشجعه على ان هو يطور نفسه وان هو يبقى اكثر تاثيرا، وان هو يجيب مواضيع جديده. طبعا احنا البحث العلمي شغال على طول ما بيقفش، فالشباب اللي هم الانفلونسر دول بيحاولوا يبحثوا عن مواضيع حديثه او افكار طالعه في ابحاث، ويبداوا يتكلم عنها ويشرحها ويساعد بيها الشباب علشان يطور من شباب المجتمع بتاعنا، المجتمع العربي يعني. طبعا بنتكلم كلنا في المجال ده على المؤتمر بتاعنا او النشاط بتاعنا كله اسمه المؤتمر العربي لأمن المعلومات، وبالتالي كل هدفنا كل الدول العربية، وكل الدول العربية بتبقى مساهمة ومشاركة فيه معانا يعني. طيب، بما ان احنا بنتحدث عن الدول العربية، فانا هاخد حضرتك بما ان القدس بتمر هي من وراك، فهنروح لفلسطين ونشوف. وانا بشوف انه سوشيال ميديا في فلسطين مهمة جدا. ليه؟ لانه انا لو عايشة في فلسطين ونؤثر في بعض التأثير الإيجابي والاطمئنان، وان انا اعمل فيديوهات تثير بالأمن والأمان، أو أن أنا أدي أحلام، أو أن أنا أدي أمال، أو أن أنا أكون مصدر ثقة الناس، يعني حقيقي السوشيال ميديا ممكن لأهل فلسطين تبقى نموذج ناجح في التواصل الجيد يعني. هنروح فلسطين، وخلونا في هذا التقرير معاكم نشوف المؤثرين وقد إيه نماذج ناجحة وموجودة على السوشيال ميديا مع أهلنا في فلسطين. يزدحم الفضاء الرقمي بعشرات التطبيقات الاجتماعية التي تتنافس على استقطاب المليارات من المتابعين، لتتشكل فسيفساء متنوعة من المحتوى المعروض التي تتراوح بين الإيجابي المفيد والسلبي الاستهلاكي. اليوم الوجود على السوشيال ميديا بعتقد أنه مش مجرد وجود للمشاركة في مواقع موجودة، وإنما هو بيمثل الهوية كمان لأي مواطن بغض النظر وين كان. فبالتالي وجودنا هو بيحجز مساحة لمحتوانا ولفكرنا. اليوم كثير في عنا أدوات صارت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصلا مواقع التواصل الاجتماعي صارت بتتيح لنا مجانية الوصول للعالم، وبالتالي هاي الأدوات بدون وجود محتوى وطريقة لعرض هذا المحتوى هي بتسواش إشي. يرى محمد أن الرواية الفلسطينية هي جزء أساسي من رسالة المؤثرين، بالتوازي مع نقل المعلومة الحقيقية ونشرها وفتح الفرص أمام الشباب في العالم الرقمي والإضاءة على الحقوق الرقمية وطريقة التواصل الآمن. على مستوى الرواية الفلسطينية أنا بفكر أنه هذا موضوع كثير مهم. أنا بحاول أختزل من خلال منشوراتي ومشاركتي على مواقع التواصل الاجتماعي كل القصص الكبيرة والمشبكة بنقطة معينة اللي ممكن إحنا نركز عليها، واللي ممكن توصل المعلومة للناس، هذا من جهة. من جهة ثانية، من خلال شغلي مع
يعني بنحكي عن وسائل إعلام اللي كمان اليوم أنا صار شغلي معهم على الديجيتال ميديا، كمان كيف ممكن نقل الرواية الفلسطينية والقصة من خلال الشباب الفلسطيني. يعني لما نحكي عن البطالة صعب نحكي عن البطالة الفلسطينية، بس ممكن نأخذ كيس ونحكي عنها بطريقة جديدة من وحي التجربة، وبالتالي أنا بحاول أوثق الرواية الفلسطينية من خلال تجارب الناس. يوظف محمود موهبته الفنية في إنتاج وعرض محتوى ترفيهي للشعب الفلسطيني، يحاكي قضاياه اليومية ويعبر عن قضيته الوطنية مبرراً ما لدى الشباب من طاقة وإبداعات. البرامج اللي أنا بقدمها نوعاً ما بقدمها بطريقة فيها جزء كبير من الترفيه أو أساسه الترفيه، بس فيها ممكن تكون يعني برامج ثقافية، برامج كوميدية، بقدمها بطريقة جديدة شوي. وبشتغل أكثر على كوميديا اللي من الناس، برامج الشارع بكل بساطة. برامج الشارع بنقولها بطريقة معينة على السوشيال ميديا، وجبة خفيفة حلوة لطيفة الناس بتستمتع فيها، بتتفاعل معها كتير على السوشيال ميديا، تنشاف كتير غالي. يعني بشكل أساسي هذا هو المحتوى اللي أنا بقدمه، بعيدا عن إيش أنت بتنشر بوستات، إيش أنت بتتفاعل مع المجتمع بطريقة لطيفة دايما، بس المحتوى اللي أنا بقدمه اللي هو الأساس، البرامج اللي أنا بعملها في الشارع مع الناس. بس لما أجي أنقولها الناس بتتفاعل معها افتراضيا على السوشيال ميديا. ما نسينا فلسطين وكانت أساس شغلنا، بس بطريقة لطيفة شوي، بطريقة فيها فخر بفلسطينيتك وفيها فكرة حلوة اللي لما يشوفك العربي يحكي هذا هو الفلسطيني اللي أنا بدي أشوفه. يبقى المؤثر الفلسطيني رافعاً لواء قضيته ورسولاً لها، مستفيداً من اتساع النظام الرقمي، مبتعداً عن الاستهلاك التجاري والمحتوى الغير مسؤول الذي يغرق الشبكة العنكبوتية. طيب بما ان احنا رجعنا وكنا بنتفرج على المؤثرين في فلسطين، سؤالي هنا كمان عن المحتوى، وكنا بنتكلم عن الانفلونسر او المؤثر الايجابي. فاهلنا في فلسطين هم محتاجين للتواصل بالفعل، يعني التواصل مهم جدا على السوشيال ميديا بالنسبة لهم، فازاي الاشخاص العادية تقدر تأمن نفسها؟ هو داخل فلسطين من الصعب جدا الانسان يأمن نفسه. يأمن نفسه ليه؟ لأن أنا في عندي يعني هما فدائيين حتى على السوشيال ميديا. أيوة على السوشيال ميديا يعني كمان فدائيين، يعني إذا ما كانش اللي بيتكلم في السوشيال ميديا ده الناس عارفاه وواثقة فيه، بيبقى فيه خطورة عليه هو شخصيا كمان. يعني دكتور اليوم كخبير موجود معنا وما شاء الله حكيت إنه 42 سنة في هذا المجال في موضوع الأمن المعلومات، الأمن السيبراني، بدنا أيضا مجموعة النصائح للمواطن العربي العادي الذي يستخدم الإنترنت بحياته اليومية كنصيحة كيف يضمن أيضا وجوده على الإنترنت بأمان، يستخدم هذه التكنولوجيا التي اليوم أصبحت موجودة في كل مكان في العالم، وأيضا موضوع أنه إذا صار معه أي شخص لا سمح الله مشكلة على الإنترنت كيف يتصرف، صار عنده أي اختراق أمني كيف يتصرف، نصائح أيضا في هذا المجال. هو أول ما يحصل اختراق أمني لازم يقفل كل الأجهزة بتاعته، يقفل التليفون، يقفل الموبايل، يقفل الكمبيوتر، ويقفل كل وسائل الاتصال الخارجية تماما لغاية، ودي أول حاجة. تاني حاجة لازم يعمل محضر في مباحث الإنترنت ويبلغهم الجرائم الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية، ويبلغهم أن في حاجة مشكلة عندي حصلت كذا 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 كذا. وبعدين تالت حاجة أن لازم أن الأسر لازم يكون عندها الوعي الكافي من المشاكل دي، أن هي ممكن ينخدعوا فيها، يعني الأسرة بتنخدع وما تصدق ان الخبر يطلع غلط لابنهم او وتراقب ابنائهم الصغار. بالظبط، فلازم الاسره تبقى يعني عندها ثقه في اولادهم بناء على تربيتهم طبعا وعلى تثقيفهم. دي حاجات مهمه جدا لازم الاسره تتعلمها. يمكن انا من الحاجات اللي انا مهتم بيها شخصيا ان احنا عندنا دورات تدريبيه للشباب الصغير بنعملها لهم بحيث نعلمهم من خلال الجامعات، من خلال يعني مثلا في جامعة الأكاديمية البحرية في لينا مدرسة هناك لتعليم السايبر سيكيورتي، عندنا في المعهد المصرفي في مركز تدريب، في شركات البترول في مراكز تدريبية، في كل حتة من عندنا 14 مركز تدريب بيدربوا المبادئ من أول المبادئ لغاية الناس البروفيشنال، بحيث إن احنا نبقى عندنا على كل الليفلز. وبنحاول ندخل دلوقتي كمان في المدارس اللي هي الطلبة اللي هنا هنديهم الكورسات اللي هي الكورسات البسيطة دلوقتي. كل الشباب الأطفال يعني كلهم غالبيتهم يعني بيعرفوا لغة الإنجليزية، بيعرفوا الإنجليش، بيتفرجوا على برامج التلفزيون بتاعت الأطفال بينطقوا إنجليش وعندهم 3 سنين،
بالنتيجة برامج الأطفال اللي هي بالإنجليش اللي بت... وبالتالي أنا لما أبدأ من صغرهم أبدأ أديهم حبة يعني توعية أنا بطمئن عليهم إن هم لما يبدأوا يكبروا شوية ما يقعوش في المشاكل دي. في نفس الوقت أنا برضو يهمني جدا توعية الأسرة نفسها. يعني إحنا حقنا نعمل دورات للأسرة ومعها الأطفال علشان الأسرة دي هي الأساس، لأن إحنا بعد ما هم بيمشوا من اللقاء ده يبدأ بقى يمسك ابنه يمسك ودنه ويقعد يفهمه، والأب نفسه يفهم وراء آخر إن هو يجب يكون حريص ولازم يطمئن لابنه بالضبط ويثق في ابنه كيف يحميه ويقدر يحميه بالضبط كده. في نقطة كتير مهمة في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وهذا التطور الهائل اللي عم بيصير في مجتمعاتنا، إنه إحنا ما بنقدر نلغيه من حياتنا ونكون زي اللي بيسمع صدى صوته بس، يعني ونغض الطرف عنه. إشي لازم نتعامل معه ولازم نوقف عشان نحمي أبنائنا منه، لأنه في مرحلة من المراحل إحنا فئنا لقينا يعني عدد كبير من الشباب وقع في شرك الإرهاب والتطرف والأفكار اللي كانت تجذب عقله اللاواعي بصورة غير منطقية لفقدانه للأمل، فقدانه لشعوره بالمستقبل، فاستغلته الأفكار المتطرفة، بدناش نحكي عن أشخاص، استغلوا بطريقة معينة ويعني بعدها يعني تأثر فيهم وكانوا ضحايا. كيف اليوم نقدر نحمي أبنائنا من هذا المحتوى؟ وكيف نقدر نحميهم من هذا الكم من القلق والتوتر اللي عم بيعيشوه كل يوم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي كمان؟ أنا أقول لك سر، طبعاً محدش يعرفه يعني. السر إيه بقى؟ السر إن إحنا في بعض الطرق إن إحنا نعمل مونيتور لأولادنا حيث نعرف ونشوف هم بيشوفوا إيه. يعني يبقى معاك الموبايل بتاعك في نسخة بالضبط من الطفل بيشوفه، عندك التلفزيون أو الكمبيوتر عندك نسخة تانية بالضبط تقدر تفتحها في أي وقت بالليل الصبح وولادك والناس نايمة، ابنك قاعد يلعب على النت تقدر تفتح التلفزيون بتاع الكمبيوتر بتاعك وتقدر تشوف الهيستوري هو بيشوف إيه. مش الهيستوري، تشوف دلوقتي بيشوف إيه دلوقتي. بيشوف إيه دلوقتي؟ دلوقتي أول هيستوري يعني إحنا بنمونيتور كل حاجة. وبالتالي أنا ببقى مطمن إن أنا ابني بيعمل إيه بالليل، مش أخبط عليه بتعمل إيه. غالبا كل الاطفال وكل الشباب بيحط ظهر الكمبيوتر لباب اوضته، مفيش واحد فيكم ولا فينا يقدر يخش يشوف الشاشه اللي الابن بيشتغل عليها. ايوه صح. تفتح الباب تلاقي ظهر الكمبيوتر بتاعه. ليه؟ لان هو مش عايز حد يعرف هو بيعمل ايه. طبعا. فاحنا نسيبه حد ظهر الكمبيوتر وانا اعمل له مونيتور من الناحيه الثانيه. بس دي بمنتهى البساطه وبتعمل بسهوله وبقى انا مطمن عارف هو بيعمل ايه طول الليل. دكتور، هاي من جانب الرقابة، جانب اللي احنا نحافظ على حساباتنا الشخصية. ممكن اليوم كثير من ضعاف النفوس يحاولون يدخلوا للشخصيات المعروفة على صعيد البلد، شخصيات سياسية، فنية، رياضية، يحاول يبحث بالأشياء الخاصة. نسمع في بعض الأحيان استخدم باسورد أو مثلا إيميل روسي أمريكي، خلي الباسورد على رقم تليفونك أحد من اللي يدخل. هل التطور والتكنولوجيا اليوم أحدث شيء جديد يمكن الحفاظ على حساباتنا الرسمية؟ لا، أشوف هو حضرتك هي ليها حل واحد. ودي مشكلة حصلت وحصل معي أنا شخصيا. المشكلة حصلت إيه؟ أنا الموبايل جات لي عليه رسالة فيها رقم واحد اتصل بي وهو مستعجل، الفلان طب لو سمحت أنا بعت لك رقم، يا ترى وصل لك؟ قلت له وصل لي. طب لو سمحت إيه اللي وصل بالظبط؟ فطبعا انا ايه قلت له ايه انت مش بتسال رقم وصل لي؟ قال لي قلت له خلاص هو وصل لي شكرا. فراح قافل السماعه على طول. ليه بقى؟ لو انا قلت له الرقم ده كذا خلاص كده انا ملف باسورد. ده البنك بيعملها للتاكد من ان التحويل اللي انت حولته مثلا او السحب اللي انت هتسحبه ان انت اوثورايزد بيرسون وان انت فعلا صاحب النمره الموبايل اللي عندهم. فهم بطريقه ما بيقدروا يعملوا سيناريو عشان ياخد النمره منك، ولو هو خد النمره دي وبلغها للبنك يقدر يسحب فلوسك اللي هو كان عايزها او يقدر يشتري حاجه واتيفر. يعني انا اي تيجي تشتري اي حاجه من خلال الانترنت بيبعت لك كود يقول لك اكتب لي الكود ده عندك الرقم المتغير بالظبط، فهو بيلقط الكود منك وهو بعته.
يعني ما عشان كده كل الجريمه الالكترونيه الا بيكون اللي وقع في الجريمه له دور فيها. لا ده لازم دور اساسي. ايوه يعني ما في شيء هيك صدفه. دور هو اللي بيحط صورته او البنت هي اللي بتحط صورتها وهي اللي بتحط المعلومات الشخصيه بتاعتها او هو بيحط المعلومات الشخصيه بتاعته او ان هو بيدي فرصه او ان هو بيجي له رساله بتقول له جايه له بلينك. رقم او رابط ممكن يفتحه. لا لينك غير اللينك بتاع البنك وجايب له صوره البنك. اليوم الناس كلها يقول له دخل لي بس هو بيوزر نيم بتوعك بس ما بيبصش على اللينك فوق بتاع البنك. بيبقى مستعجل. طيب مستعجل. وده كمان هيخلينا يعني ختاما برده شيء مهم واحنا برده نفيد الناس. هناك كثير من مواقع التواصل لازم ان الناس بتشتغل عليها بس لازم تغلقها بعض الاحيان. يعني احنا عندنا الخاصيتين لوج ان ولوج اوت. احنا كتير ما بنعملش لوج اوت. هل احسن ان انا اعمل لوج اوت ما دام انا مش هدخل عليه ما يبقاش مفتوح طول الوقت؟ ما هو انت لوحدك لو دخلت على واتيفر على اي ابلكيشن وعملت لوج ان ودخلت جوه خلاص بقت الـ 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 الخط مفتوح بينك وبين حد تاني وبين اي حد. طب اي حد ده بقى ممكن ياخد الداتا اللي عندك كلها. بالظبط. فانا احسن بعد ما اخلص استخدامي اقفله. لا لازم اعمل لوج اوت. لازم. يعني احنا كنا عاملين حاجه في بعض التطبيقات يعني ان الواحد لو ساب الابلكيشن لمده دقيقه يقفل لوحده او اقل حسب اهميه الابلكيشن. زي الباسورد بتاع التليفون. زي بالظبط تلاقي التليفون قفل. أيوه. تروح تضطر تدخل الباسورد تاني. أيوه. وبالتالي كنا بنعمل الحكايه دي في بعض التطبيقات المهمه ان ازاي ان انا لو انا قمت على مكتبي رحت في البنوك خصوصا يعني واحد قام على مكتبه وراح يجيب البوسطه لو رجع والشاشه بتاعته مفتوحه ساعات بيبقى فيه يعني ابلكيشنز زي الواتساب مثلا. احنا بنفتحه على التليفون. هل ممكن افتحه على اللابتوب بالكود؟ بالكود الواتساب ممكن تفتح على الموبايل زي ما تفتح في يعني هو سكيور امن. شوفي اقول لك حاجه اي حاجه على حاجه امنه النظره بتاعت حضرتك دي ما فيش حاجه تشاؤميه. ايوه حاجه امنه على طول متشائم عشان تخلق امن. ايوه بالظبط كده. لان احنا انا بقول لحضرتك احنا في حرب مع جوست مع فريق يعني احنا كل ما نبحث كل ما نطور احنا يعني انا لغايه دلوقتي لسه عندي طلبه جامعه بيعملوا ابحاث وطلبه ماجستير او دكتوراه بيعملوا ابحاث في ايه الجديد اللي نقدر نحمي بيه انفسنا. وكل ما نطلع لير نلاقي في لير طلعت ثانيه ضدنا يعني بتهاجمنا وبتحاول تخترقنا وبالتالي لدرجه ان احنا دلوقتي في بنوك بتطلب منا ان احنا نعمل اختبار اختراقي كل مثلا 3 اشهر او كل 6 اشهر ان احنا نحاول نخترق المؤسسه حتى نحميها نتاكد ان ما فيش عندهم فيرنابيلتيز ما فيش ثغرات ظهرت عندها نتيجه الديفلوبمنت اللي شغال من العفاريت يعني هاي دكتور هاي بنوك. انا قبل يومين شفت برنامج في احد القنوات المصريه بأن ممكن ينفذ على تليفونك يفتح الكاميرا الأمامية وأنت ما فاتح أي برنامج ويتابعك كأنما لايف. ده عادي جدا. اختراق. هو قاعد معاك. عادي جدا. طب حضرتك بتأمن بالنسبة للتليفون لأنه كاميرا دلوقتي التليفون أمامية وخلفية وبالذات السيدات يعني ده مهم جدا للسيدات. هل مثلا يبقى التليفون دايما متخطي متخبي؟ اللابتوب بتاعي مثلا يعني حاطط عليه في سلايدنج كده يقفل الشاشة بتاعته. ستيكر. السكر اتحرك بيحط السكر على الكاميرا بحيث الكاميرا دي لما تعوز تستخدمها تشيل الستيكر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الواحد يجب ان هو اول ما دخل اوضه نومه يسيب التليفون بره. ما بنحطش في المخده. احنا ده بيبقى جنب المخده وبتطمن ووالدتك تتصل بنتك بره. يعني دكتور يعني هل بس نحط عليه حاجه امان؟ لا 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 مفيش حاجه خالص. الصوت بيتلقط. الصوت بيطلع وانت ما لو الكاميرا موجهه. ده في ناس تاخد التليفون الحمام. ما هي دي مشكله تانية. كارثه كبرى يعني. اصلا مين ما اخذ تليفون دكتور؟ يمكن سؤال مهم الان. احنا بنعرف التليفون ان كان شغال او طافي هو موجود فيه ارسال وموجود فيه ذبذبات كل حاجه. حتى وهو طافي ممكن يكون له دور. ما هي المشكله التكنولوجي. احنا تكنولوجي يوزر. الجماعه بتوع البرودكشن لما ينتجوا منتج لازم يعمل فيه. انا بتكلم كلام يعني يمكن اتحاسب عليه. لازم يعمل فيه فارنابيليتي. ليه؟ يقول لك علشان لو عطل منك اقدر اصلحه لك ريموتلي. ويسموها ريموتلي دايجنوزس. يعني الدايجنوزس عن بعد يعني يعمل اختبار اصلاح عن بعد. اصلاح عن بعد.
كل الكلام ده انا لا اثق فيه. ليه؟ لان احنا التكنولوجيا مش بتاعتنا. يعني احنا اليوم بدنا هاي التكنولوجيا مفيده، بدنا ناخذ ايجابياتها وبدنا نكون حريصين جدا على التعامل معها. بالضبط. حضرتك بتستخدم الموبايل، استخدم الموبايل ام باللي انت عايزه، بس اخر النهار حطه بره. لو انت قاعد في اجتماع حطه في الاوضه اللي جنبك. ليه؟ لان هو بيلقط كلام. اول ما يشوفك انت بتتكلم في الاجتماع على موضوع، بعديها بربع ساعه تلاقي نازل لك انت والموجودين كلهم دعايه على المنتج اللي انت بتدور عليه. ايوه ده بتعرف لانه بيطلقت الصوت، بيطلقت صحيح الصوت، بيطلقت والتليفون مطفي. شيء غريب، حتى هو طافي عشان هيك طافي. طب تقدر تشيل البطاريه منه؟ ما تعرفش البطاريه منه. اذا هذا ناقوس خطر على المجتمعات بان تكون حذره من عندك. ما هي حذر، انت حذر في ايه؟ حذر في الحاجات اللي انت خايف على نفسك منها. صح تمام. يعني انت قاعد في اجتماع سري مثلا، او مش اجتماع، بنعمل مناقصه للمشروع. المناقصات بتاعت المشروع دي لو اتكشفت او اتبدعت لواحد منافس، صح، ضاع منك المشروع. احنا مسلمين رقابنا في ايدينا. ايوه. بنهايه الموضوع هذا لا لا لازم في نكون دراسه احنا نستفيد من المميزات اللي فيه، ونتجنب او نحاول نتجنب مشاكله وعيوبه، بحيث ان احنا نكون دائما في امان. امان يعني، يعني انا في ناس كان لما يجي يزوروا المكتب يروح سايبين الموبايل بتاعهم في البيت اللي جوه، خش الباب المكتب ويقفل الباب ونقعد ندردش زي ما احنا عايزين، هو مروح ياخده وياخده وهو ماشي، بس انا بقى بشغل اللابتوب بتاعي. انت بتعرف هو شيء غريب وشعور غريب كمان، انه في دراسه قراتها انا من فتره بتحكي يعني باحثين قاموها على 1700 شخص، بيسالوهم ايش اكثر شيء بتسعدوا فيه او متعودين عليه، وايش اكثر شيء بسبب لكم القلق، وكان بالإجابتين وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موقع معين أنا ما بدي أذكر اسمه، إنه هي سبب القلق، التوتر، شعور بعض الأفراد بالنقص المستدام، لأنه إحنا ما بننشر إلا كل إشي إيجابي وسعيد في حياتنا. أما الشق المخفي السلبي، الصعوبات وكيف إحنا بنتجاوزها، صعب نبينها للناس. وفي كم كبير من الشباب والأطفال بس يشوفوا هاي الحالة بصيبهم توتر وقلق. أنا بدي أشكرك كل الشكر دكتور بهاء، لأنه إحنا يعني وصلنا لختام هاي الحلقة، وهو موضوع يعني شيق ولازم نحكي فيه كتير عشان نوعي الناس في وطننا العربي. إحنا صح ما بنقدر نبعد عن تليفوناتنا ولا عن ركب الحضارة والتطور، لكن بنفس الوقت بنقدر ندخلها بوعي. إحنا 4 ساعات يعني بمتوسطها ما بنقيم التليفونات من ايدينا، هي رفيقنا وصديقنا والحالة اللي عايشين فيها 24 ساعة، لكن بنفس الوقت بنقدر نحذرها ولو قليلا، على أمل إنه وطننا العربي يكون بخير وسعادة ومحبة على طول. نلقاكم في الحلقة القادمة من بيت للكل، في أمان الله.